ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل حاجة جديدة، هنعمله تحلية باردة من غير فرن لأن الدنيا حر. هنعمله كيكة البسكوت على البارد، وهتشوفوا جميلة جدا، شايفين شكلها حلو ازاي، وهنقطعه فيها ونوريكم شكلها ايه من جوه، شايفين طرية وجميلة ازاي. هنطلعوها بقى كده مع بعض في طبق ونشوفين كيكة البسكوت او تورتة البسكوت بتاعتنا جميلة، وشايفين طبقاتها باينة ازاي. معايا نص كيلو بسكوت، وده انا بجيبه من فتح الله في بواكي كده، بيبقى بالوزن، بيبقى نص كيلو، كيلو الا ربع كده، ده نص كيلو بسكوت سادة بتاع شايو. معايا كريم شانتيه وحواريكو هنعملوه ازاي، ومعايا صوص كراميل وبرضو هنشوفه هنعمله ازاي، وعلبة جبنة كريمي، وكوباية لبن، ومعلقة كبيرة كاكاو، ومعلقة كبيرة سكر. تعالوا مع بعض نشوفه هنشتغله ازاي. مقادير الكريم شانتيه معايا: كوباية كريم شانتيه خام، كوباية لبن متلج، نص كوباية سكر بودرة. هنبدأ نحطه، نحط السكر وهنحط الكريم، نبدأ ننزل بكوباية اللبن. خلاص اهو انا ضربته حوالي 5 دقايق، هو كده بقى كويس، شايفين تقله. هنعمل مع بعض بقى صوص الكراميل الاقتصادي. عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوباية سكر، كوباية لبن، ربع كوباية مية، معلقة كبيرة زبدة، معلقة كبيرة نشا. هنبدأ نجيبه حلة بتاعتي او طاسة، واحط فيها السكر، وهحط فيها ربع كوباية المية، وهروح ارفعها على النار واوريكم هنعمله ايه. حطيتهم اهو على النار، هسيبهم بقى، مش هقلبهم خالص في المرحلة دي، انا مش هقلب بمعلقة خالص، حتى لو حبيت اقلب هقلب كده بالحلة او لو معايا طاسة. شايفين هو بيغلي ازاي من على الجناب، مش هقلب برضو بالطريقة دي الا لما الاقيه من على الجناب بدأ ياخد لون احمر شوية. هوريكم المرحلة دي لما نوصل لها. شايفين الكراميل بتاعي بيغلي ازاي؟ بسيبه خالص، اول ما الاقي الحروف لونها غير هبدا اقلب فيه. شايفين دي المرحله اللي بقولكوا عليها، شايفين الجناب بدا لونها يغير ازاي؟ ده اهو، وارجعها على النار تاني. كل ما الاقيها كده هقوم عامله نفس الحركه دي لحد ما ياخد لون اللي هو العسلي. شايفين الكراميل وصل عندي لونه ازاي؟ في المرحله دي بقى انا هشيله من على البوتاجاز وهبدا احط عليه الزبده. هنزل بقى هنا بالزبدة اهو عليه، هحط بقى معلقة النشا بتاعتي على اللبن وهدوبها، وهنزل بكوباية اللبن، اهو هبدأ اقلب، ما اخافش كل ده هيدوب بعد كده مع بعضه، هقلب كويس لحد ما يدوب معايا خالص. شايفين بدأ يدوب ازاي؟ شايفين الصوص راح معايا خالص ازاي؟ اهو لو انا عايزة اتقله شوية عن كده اهو، هرجعه على النار تاني واديله تقلبتين كده على النار لحد ما يجيب القوام اللي انا عايزاه. انا مكتفية بيه كده خلاص، انا مش هتقله عن كده، هو كده قوامه حلو قوي. لو هو سيب معاكي شويه، كان كميه اللبن معاكي زايده شويه ولا حاجه، بترجعيه كده على النار تقلبيه تقلبتين. بصوا اهو بيغلي اهو، تقلبتين كده خلاص، هو ده القوام اللي انا اهو محتاجاه. هسيبه يبرد وممكن اعبيه في اي حاجه، علبه او برطمان عندي، واستعمل منه على طول. بس كده في بوله بقى هجيبها وهنزل فيها كل الجبنه الكريمي بتاعتي، وهبدأ اضربها بالمضرب، هضرب الجبنه كويس، وبعدين هنزل بالكراميل وابدأ اضربه برضو مع الجبنه الكريمي كويس،
بعد كده هنزل بالكريم شانتيه، الكمية اللي عندي كلها طبعا، هقلب الأول بالسباتشولا، بعد كده هضرب بمضرب البيض كويس لحد ما يمتزج الخليط اللي عندي كله ببعضه زي ما انتوا شايفين كده، كده. امتزجوا كويس خالص مع بعض. هشتغل بالكريمة بتاعتي دي زي ما هي كده، مش هدخلها التلاجة. البولة عندي بقى وابدأ احط فيها الكاكاو، ده كاكاو خام، فانا هضطر احط له سكر عشان ما يعمل ليش مرارة. ده انا هعمل فيه ايه بقى؟ ده انا هبل بيه البسكوت بتاعي، وهحط عليهم كوباية اللبن وهقلبهم لغاية ما السكر والكاكاو يذوبوا مع بعض. اهو انا دوبته خالص اهو زي ما انتوا شايفين. هجيب بقى صينية اهي وهبدأ بقى ابل البسكوت وارصصه فيها. البسكوت بتاعي انا مش هبله كتير، يعني مجرد هنزله كده واطلع على طول، مش هبوشه، وابدأ ارص كده في الصينية. ثانية اهو كده، واطلع على طول عشان ما يبوش خالص، لان انا لسه هحط عليه كريمة. زي ما انتم شايفين كده، وهطلع ارص. هكمل الطبقة دي وارجع لكم. انا عملت اهو طبقة، هبدأ احط طبقة تانية من البسكوت. اهو حطيت طبقتين من البسكوت، هبدأ بقى في المرحلة دي اخد طبقة كريمة واقوم موزعاها على وشه. وزعت اهو الطبقة الاولى، هبدأ بقى في المرحلة دي احط طبقتين بسكوت تانيين زي اللي عملتهم في اول مرة. هبل برضو البسكوت بتاعي وابدأ برضو ارصه كده. حطيت طبقة تانية اهي من البسكوت، هبدأ انزل عليها برضو بطبقة تانية من الكريمة. وهحط اخر طبقة من البسكوت وفوقيها طبقة تانية من الكريمة. هبدأ احط طبقة تانية من البسكوت بتاعي اهو كده، وبعدين دي بقى هعمل طبقة بسكوت واحدة، مش هعمل طبقتين. الكيكه بتاعتي اهي، بعد ما خلصت وحطيت اخر طبقه بسكوت واخر طبقه كريمه، هبدأ احطها هغطي وشها بستريتش او بفويل اي حاجه، وبعدين هقوم حطها في الثلاجه تقريبا مش اقل من 3 4 ساعات. ممكن لو انت عاملاها من بالليل تبقى تسهل الصبح. ايه، بعد ما قعدت في التلاجة حوالي 3 ساعات، هجيب بقى اسوق وشها. هجيب شوكولاتة مبشورة عندي وابدأ ارشها كده على وشها. اهو رششت الشوكولاتة المبشورة على الوش اهي، غطيت الوش بالشوكولاتة المبشورة. هبدأ بقى ممكن ايه اجيب كريز وهبدأ بقى احطه كده. جربوا الكيكة الباردة بتاعتنا او التورتة الباردة بتاعتنا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، قناة وصفات سنة اولى مطبخ، عشان يوصلكوا كل جديد، وان شاء الله هتعجبكم. وشكرا لمتابعتكم لينا، ومع السلامة.